ثلاثة صغيرات نتصور برشا منكم سمعوا بها الحكاية وعرضتهم على ريزو سوسيو. نحكيوا على ثلاثة أطفال يتعرضوا للعنف الشديد من طرف زوجة والدهم مرتبوهم أثر ضرب وحروق في برشا بلايص من بدنهم. دونك باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الحادثة هذه مع المندوب العام لحماية الطفولة سي مهيار حماجي. صباح النور. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك يا سيدي. دونك حادثة أخرى مالوغوزمون اللي ما تصير للصغيرات ونسمعوا بها قبل كل شيء من لي ريزو سوسيو. دونك كان تعطينا أكثر تفاصيل على الحكاية هذه، كيفاش هل إنه وصلت شكاية وإلا كي وصلتكم التصاور اللي ريناها على ريزو سوسيو؟ شكرا على الاستضافة. والموضوع هذا تعهدت به مندوبة حماية الطفولة بأريانا باعتبار أنه مرجع النظر نتاع تعارض الأطفال هذوما بأحدى معتمديات أريانا، وتم التنقل مباشرة معنا بتلقي الأشعار هذه إلى الجهة اللي موجودة معناها المسكن نتاع العائلة، وبالنظر إلى أن الأم متوفاة تم الاتصال بالجد للأم، وغادي تم معاينة وضعية الأطفال والتحدث مع الجدين للأم والأطفال في حد ذاته معناها بالتنسيق مع أمن بالجهة ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في رئيس الوحدة المحلية نهوض اجتماعي، وتبين اللي التعهد الأمني تم على مستوى التسخير اللي تمكن من تحديد الأضرار، خاطر اللي شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي معناها أضرار جسيمة على مستوى حروق في كامل البدن تقريبا، ومعناها بعض الليزيكيموز كما يقولوا بالفرنسية، وهو ما حدا بمعناها إجراء تسخير. وأكيد أنه الطب الشرعي معناها تسخير الطب الشرعي هي اللي باش تتحدد طريقة الاعتداءات هذه خاصة الحروق والوسيلة المستعملة لذلك في أجسام الأطفال اللي تعرضوا إلى أسوأ أشكال الإساءة، نجم نقولوا أشكال من التعذيب أكثر منه من سوء المعاملة، واللي تم والحمد لله أنه لقينا الأطفال لدى الجدين للأم، وتعاهد قاضي الأسرة من الغد معناها يوم 1 مارس وآذن بإبقاء الأطفال هذوما وإسناد الحضانة للجدين للأم، والقيام بكافة التسخير خاصة المتابعة النفسية، لأن الوضعيات هذه تجعل الأطفال يعيشوا وضعيات رعب وضعيات خوف اللي تنجم تؤدي إلى معناها وضعية صعيبة ينجموا يعيشوها الأطفال. ولكن بالتعاهد النفسي خاصة وأنه الآثار هذيك إن شاء الله تمحي معناها ما تبقاش، لأنها تنجم تخلق ذكرى سيئة للأطفال هذوما. وتم الاحتفاظ حسب المعلومات اللي توفرت لنا زاده يوم 1 مارس بزوجة الأب وبالأب في حد ذاته، لأنه ربما إذا كان مش هو اللي معامل أولاده ينجم يكون متستر على جريمة الاعتداء هذيك. دونك في حالة يكون متستر زاده هو مذنب معاه أكيد، لأنه معناها أنه واحد يشوف أبنائه معناها في الوضعية هذيك وفي حالة صعبة معناها في وضعية معناها كما قلت أنا فيها تعذيب أكثر منه أكثر أي شكل من أشكال سوء المعاملة المعنوي. أكيد أنه المعنوي راهو زادة موجود، وكذلك الحرمان ربما معناها في التسخير هذه ينجم يكون تم حرمان من أكل معناها حرمانهم من قيام حتى بأشياء معناها ضرورية لها أنهم يكونوا متوازنين كل هذا ما جعل. والحمد لله معناها للأسف أنه التدخل ما يتمش في البين، لأنه ربما ثم تستر زاد ثم إخفاء لوضعية الأطفال هذوما وعدم ذلك نأكد عليه احنا كوزارة أسرة ومرأة وطفولة وكبار السن على واجب الأشعار كواجب قانوني وأخلاقي من ناحية، خاصة وأن طفلة برك متمدرسة والاثنين معناها قديش عمرهم سي مهيار الصغار؟ هما 8 سنوات وخمسة وأربع سنوات. دونك نأكدوا على واجب الأشعار عبر رقم 18-09 وكذلك مكاتب مندوبي حماية الطفولة والفرق الوحدات المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، اللي تقريبا في حدود 130 فرقة موجودين في مناطق الأمن والحرس شرطة وحرس بكل مناطق الجمهورية، وما يسهل وييسر عملية التدخل
ونقولوا في المراحل الأولى خاصة، معناها باش ما نوصلوش إلى وضعيات صعبة بالشيء اللي ريناه بالنسبة للأطفال الثلاثة دول. سيمي يرجوس باش نكمل معك بسؤال على وضعيتهم النفسية قبل الصحية، لأن الصحية نجموا نداويوها إذا كان معناها حتى بالوقت الدواء وضامنينها إن شاء الله، حتى كان بقات بلايس لكن الآلام وغيره تنجم تتمحى، لكن نفسيا أهم توا، كيفاش وضعيتهم اليوم؟ نقول لك التعاهد النفسي مسار كامل، معناها ما يتمش من خلال محادثة ولا لقاء مع أخصائية نفسية ولا طبيب نفسي، سيت ان بروسيسوس، معناها اللي فيه متابعة دورية يقع تحديدها من قبل الأخصائي النفسي أو من قبل الطبيب النفسي للأطفال بيدوبسيكياتر، واللي من خلالها يتم رفع التقارير إلى قضاء الأسرة باعتباره هو المتعاهد وكذلك مندوب حماية الطفولة، وتحديد معناها المسار هذايا في تحسين تاع الوضعية النفسية اللي يعيشوها الأطفال في أنا أقول ما نجمش واحد ينسى بصورة أو بأخرى في فترة قصيرة، معناها يلزم خدمة متوسطة المدى وربما بعيدة المدى حسب الخطورة وحسب الحالة اللي هما عاشوها، واللي تنجم إن شاء الله بالإحاطة هذه وبالمسار اللي باش يتم اللي تم معناها بداوا يبشروا فيه حتى اي واللي مازال باش يتواصل، معناها هو زي الاكيد في متابعه ومرافقه الاطفال على مستوى الاخصائيين النفسيين، هي اللي كانت موجوده كذلك بتاريخ الزياره للنهار 28 تيبت. واضح سي مهيار حمادي المندوب العام لحماية الطفولة، مشكور برشا على التفاصيل هذه الكل، إن شاء الله الصغيرات يرجعوا لاباس نفسيتهم وبدنيتهم، زادة اللي تعرضوا لبرشا تعذيب مازال مش واضح كيفاش عذبوهم وبشنية عذبوهم، إن شاء الله ربي معاهم وغزمهم موجودين عزيزهم ومماتهم الأمهم دونك اللي هما لاهين بهم توا، باش نتبعوا إن شاء الله الأم والبو وزوجة الأب كيفاش باش يحكي والا باش معناها باش نعرفوا تفاصيل الحادثه كيفاش كانت، دونك انتم زاده تنجموا تبلغوا على حاجات من نوع هذه على صغيرات والا اشخاص قاعدين يتعرضوا للتعذيب، تنجموا تتصلوا بالمندوبيات الجهويه لحمايه الطفوله. تحيه كبيره لكم، ممكن تسمعوا فينا نحن مازلنا